مرسوم رقم 161 2020 يقضي باستدعاء البرلمان إلى دورة فوق العادة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير من الوزير الأول وبعد الاطلاع المادة 53 من الدستور يرسم المادة الأولى استدعى البرلمان إلى دورة فوق العادة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020. المادة 2 يتضمن جدول أعمال هذه الدورة. 1 عرض برنامج الحكومة. 2 دراسة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال. عرض برنامج الحكومة. 2 دراسة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الضريبي المعدلة بالبروتوكول المعدل للاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الضريبي الموقعة بتاريخ 12 فبراير 2019 في باريس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. 3 دراسة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المنظمة للنظام الضريبي والجمركي المطبقة وحكومة جمهورية السنغال. المادة 3 يكلف الوزير الأول بتنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر وفق طريقة الاستعجال وفي الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية. أرير في نواكشوط 31 أغسطس 2020 محمد قل الشيخ القسواني. شكرا للسيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة الوزراء، زملاء النواب، إخوتي أخواتي، ها نحن نعود اليوم لنفتتح دورة برلمانية فوق العادة، هي الأولى من نوعها خلال السنة البرلمانية الحالية. وكما تعلمون فإن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية يأتي تطبيقا لأحكام المادة 42 الجديدة من الدستور التي تمثل أحد أهم تجليات التفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ ينتظر أن يقدم الأول برنامجه أمام غرفتنا الموقرة وأن يلتزم بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج الذي سيخضع لاحقا للنقاش والتقييم والتصويت من طرف السادة النواب. الحكومة عن هذا البرنامج الذي سيخضع لاحقا للنقاش والتقييم والتصويت من طرف السادة النواب. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة علاوة على ذلك مناقشة نصين مهمين سيؤسس أحدهما نظاما جبائيا خاصا ستخضع له الشركات التي ستنفذ الصفقات المشتركة بين بلدنا والسنغال طيلة فترة إنجاز مشروع جسر روسو الذي سيعزز بدون شك أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين البلدين الجارين. كما يتعلق مشروع القانون الآخر بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الضريبي والهادفة إلى تسهيل التعاون الإداري الدولي بين الدول الموقعة على تلك الاتفاقية وتمكينها من مكافحة التهرب الضريبي. وبالأخير وطبقا للمادة 53 من الدستور والمادة 54 و55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية والمرسوم الذي تلي عليكم آنفا، أعلن على بركة الله افتتاح الدورة الاستثنائية الأولى من السنة البرلمانية 2019-2020. والسلام عليكم.